مثل ما قلت النتيجة تبان كبيرة جدا. ممكن الناس تقول المنافس هو اللي ضعيف، ممكن احنا كنا قويين، احنا ما نفكروش هكذا. احنا كنا نفكروا نقطتين مهمتين جدا، ثقة اللاعبين بعد خسارة على الأهلي لازم نفوزوا، لازم نسجلوا أكبر عدد من الأهداف. ثانيا ما نستقبلوش أهداف، لأنه ليش المباراة اللي فاتت استقبلنا أهداف سهلة كنا ممكن نتفاداها. ممكن الكرت الأحمر ساهم في هذا الشيء لأنه غيرنا كل شيء، لكن ما كانش مباراة سهلة اليوم، لأنه الأولاد داخلين أولا يفكروا في الهزيمة هذه كان لازم نمحيها، وثانيا إذا شتوا بدلنا غيرنا 9 لاعبين إلا 2 من اللاعبين الأساسيين اللي كانوا اليوم في المباراة. هذا يبين أنه الولاد ديالنا عندهم شخصية، وهذا مهم جدا لمباراة الأهلي إن شاء الله. طبعا طبعا شوف تكنيكو تاكتيك وفيزيك هذاك مبين، لكن كل شيء هنا في الذهن، لأنه لازم نخرجوهم من المباراة اللي فاتت. لازم نفهموا أنه كنا في أسوأ حالة، حب يقول بلي إحنا كفريق وفاق سطيف عندنا ما نقدم أحسن من هذا. إذا دخلنا بهذه العقلية إن شاء الله ونمنحوا الثقة لكل اللاعبين الفريق كل، إن شاء الله ممكن بإذن الله نديروا مباراة كبيرة وإن شاء الله نديروا فيها نتيجة. ليش لا طبعا شوف إحنا محال نقتلوا نفسنا قبل المباراة، إذا باش نروحوا نلعبوا المباراة باش ممكن نلعبوا على تعادل ولا ما نستقبلوش ما نروحوش أحسن. احنا راه نجهزوا اللاعبين باش نروحوا ان شاء الله نفوزوا ونشرفوا الجزائر. الجزائر نقول الجزائر اللي راح نلعبوا في ملعب كبير ماشي غير سطايف، هي لازم كل الناس يجيوا يساندونا. هذا الرساله نحبها تلحق لكل المساندين الكره عامه في الجزائر، مش ناحيه البدنيه التحضير وانما العيد والظروف هذا كسرت كل شيء. احنا ما يخفى لكمش انه كانوا فيه بعض اللاعبين المصابين مثل العريبي ولا ما حبيناش نصرحوا بها راجع من الاصابات، لكن في نفس الوقت احنا اللي كسرنا هي اجازه العيد. مباراة المدية عطينا لهم راحة، لازم تعطي لهم راحة، وبعدين عندنا مباراة عيد صغير، وهذا اللي كسر تقريبا. لو كان ما كانش عندنا انكاسور كنكونوا في ريتم تصاعدي، قدر الله ما شاء. والله لو كان نتأهل نروحوا نلعبوا في امريكا ما يهمناش، في المغرب ولا في اي مكان. احنا المهم في الحين نركزوا في المباراة تاع الاهلي ونفوزوا، لما نفوزوا خلينا نتكلموا على هذه الاشياء هذه. ما ناس حابين مباراة بحد ذاتها يعني مهمة، يعني محسوب محاولنا احنا ان شاء الله. ممكن هذه تكون موتيفاسيون، ممكن يكون هذا تحفيز باش نفوزوا بالمباراه هذه ونكونوا حاضرين في المباراه هذه. ما يهمناش وين نلعبوا باذن الله. للامانه والله ما شفتو ما للامانه والله ما على بالي باللي جا ما شفتوش سيتنامي نعرفهم لانه انا خدمت في قطر، لكن طبعا لما يجي الناخب الوطني هذا تحفيز بحد ذاته للاعبين مش لينا احنا اللاعبين، لانه كل لاعب عنده حق انه يمثل المنتخب الوطني، وانتم عارفين انه عندنا لاعبين اللي ممكن يلعبوا في الفريق الوطني. وطبعا اللاعب المحلي لازم تكون عنده ثقه، شكون يمنح حاله احنا كمدربين والناخبين الوطنيين. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. كما شفتوا اليوم لعبنا كونتر فريق لعب على السقوط، برسك لعبنا كونتر ديجان برسك كامل ديزيسبور. الحمد لله الفوز هذا معنوي، خلينا ندخلوا ماتش الاهلي ان شاء الله بكل قوه وعزيمه. 7 اهداف ان شاء الله هذه تعاوننا باه نكونوا ايفيكاس في البيت كونتر الاهلي ان شاء الله ونديروا بو ماتش ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. كما شفتوا المباراه تاع اليوم الحمد لله على 3 نقاط هذه اللي ان شاء الله تسمح لنا باش نلعبوا على البوديوم. مباراه نقولوا لعبنا مع فريق جريح تاع غيليزان، احنا ما صغرناش المنافس، لعبنا بكل قوانا ان شاء الله الحمد لله. 3 نقاط هذه ان شاء الله تخلينا نزيدوا نحضروا الاهلي ان شاء الله مباراه. دوك المباراه تحت تكون صعيبه، مي الحمد لله احنا دوك الاهميه اللي لحقنا فيها الديمي فينال ان شاء الله راح نكونوا ان شاء الله نكونوا ند للند مع الاهلي ان شاء الله باش نفوزوا بالمباراه، لما ان شاء الله نسجلوا 4 اهداف ان شاء الله. It was very difficult a short time after match in Cairo that we prepared ourselves for Relizan. Doesn't matter because they are down on the table, especially because of self-confidence and big result like you said in Cairo. It wasn't easy to bring team up, but we was how to say very brave to change all the team and to give to our rest of our players to play this game and fresh players to participate today and to show that we have quality also in the bench and have quality also between 25 players. المباراة كانت مهمة جدا بحد ذاتها من الناحية الذهنية، لأنه أنتم عارفين أنه لما خسرنا في الأهلي وإحنا جينا هناك
اهم شيء هو كان لانه ليش ما كانش عندنا وقت كثير باش نحضره، لكن التحضير البدني كان اهم شيء، والتحضير البدني كان لازم يتكمل هنا بالفوز، لانه الفوز كان يعطينا جرعه. شفتوا ان الفوز كان كبير الحمد لله، في نفس الوقت ما 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 تحققناش اهداف، لكن فيه جزئيه مهمه جدا، لعبوا 9 لاعبين ما لعبوش اساسيين، يعني دخلنا لاعبين جدد، رغم هذا بينوا انه في شخصيه والحمد لله، واعطينا راحه اللاعبين الاخرين وفتحنا عندنا تمرين والحمد لله. في اوكي كيشوف يعني بعد النتيجه هذه كيشوف المباراه المقبله امام الاهلي المصري. How do you expect the game after this big win? Game against actually it will be good for us because we will have again a good atmosphere before the game for sure, and now we have to choose best 11 for this game against Akli, and you know we hope that we can achieve result. We will not count which kind of win and result to be, but we never give up. We will go to play the game and to manage to win here in Algeria, but at the end we will see result. مباراة صعبة جدا انتم عارفين هذه، لكن ما في حتى شيء محال الحمد لله، لعبنا مباراة كبيرة اليوم، سجلنا اهداف، في لاعبين عطاونا خيارات جديدة، لانه في لاعبين سجلوا بكرة، سجل جاني تسجل لاعبين كثير، سجلوا هذوما كلهم خيارات زيادة في المباراة الجاية ان شاء الله. احنا نروحوا بثقة باذن الله نعملوا مباراة، ما راناش قاتلين الفرص ديالنا، العكس احنا عندنا الثقة في اللاعبين وان شاء الله نعملوا نتيجة. شوف المباراة، والمباراة اللي هو بحضور الجمهور الجزائري. How did you like the spectators today? I hope that later will be more. Yes, it will be full stadium. Today was amazing, but if we continue to play in the league like today, I hope that this stadium will be full and that we will achieve good result. We have 9 matches more in the league, and I hope that we have achieved six matches to win and to become second or third on the table. اولا نشكر الجماهير لانه جاتوا ساندتنا حتى ولو ما كانش كثيره جدا، لكن نتمناو ان شاء الله من اليوم وصاعدا التسع مباريات اللي عندنا راح نلعب كل حظوظنا عشان نكونوا في احسن ترتيب. نحبوا كل الصيفيين ان شاء الله يجوا، لكن نحبوا كل الصيفيين ان شاء الله يجوا لملعب 5 جويليه ان شاء الله، لانه نحتاجوهم.